ما زلنا نستمر في تعزيز اتحادنا، وهو يثبت نفسه على أنه أحد المراكز المستقلة والفاعلة من المراكز التنمية الفعالة، ونحن نتوجه إلى التنمية المستدامة وكذلك تحسين حياة ورفاهية المواطنين في بلادنا، وهذه الأهداف الرئيسة التي تهدف إليها الفعاليات خلال رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في هذا العام. وسوف نسعى معا لأن يتم خلال هذا الاتحاد التوصل إلى أعلى المستويات من التنمية والتطور، و لن نتمكن من اللحاق بأرمينيا بالطبع، فإنه في هذا العام مستوى التنمية قد وصل إلى 12.1%، وعلينا أن نقوم أو نتصرف بأن تكون كل الشعوب عندما تزور الدول الخمسة أن تشعر بأنها كما هي في منزلها، ولا بد من تأمين كذلك الحركة الحرة للبضائع ورؤوس الأموال، وكذلك أن تتكامل منافستنا كدول أعضاء. إضافة إلى ذلك أن الإسهامات المشتركة لعام 2030 و2045 يجب أن تستمر، وهي تعنى بالكثير من القطاعات، ونحن حتى نهاية العام سنصل إلى نتائج ملموسة. و أعول على أن الهيئات المختصة سوف تعمل في هذا المجال. أما فيما يخص المسائل المحددة للتنمية في الاقتصاد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، هو إنتاج أو تنفيذ المشاريع الإنتاجية المشتركة بالعلامة التجارية للاتحاد الأوراسي، وكذا فإن جودة البضائع بالعلامة المميزة والعلامة التجارية للاتحاد الاقتصادي يجب أن تتميز بأعلى المعايير والمستويات. إضافة إلى ذلك لابد من تعزيز سيادة التقنيات العالية وللوصول إلى الاستقلال التقني. علينا أن نضع نتوافق على أولويات التعاون الابتكارية التي ستسمح لدولنا بأن تكون مستقلة في المسارات والقطاعات المهمة والرئيسة في التقنيات العالية. وهناك نهج لتقليل التعاون في هذا المجال مع دول أخرى. إضافة إلى ذلك لابد من إقامة تحالفات في للتعاون في المجال التقنيات العليا بمشاركة دول ثالثة لإنتاج أو لبدء إنتاج معمق. ونؤكد بأن التعاون بين الخماسية في التقنيات المعلوماتية قد بدأ عام 2017، ومن المهم أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد وضعت منظومة موحدة رقمية تساعد في تكامل الخدمات الرقمية للدول الأعضاء ككل ولكل دولة على حدة. وكذلك تم المضي وقطع مسافات كبيرة في هذا المجال وتحقيق نتائج جيدة. وكذلك علينا أن نهيئ ونعزز البنى التحتية
المالية وكذلك تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية وتهيئة الظروف لكي تبقى رؤوس الأموال ضمن حدود بلادنا، وأن يستثمر في التعزيز المستقبلي لاقتصاد بلادنا. ولهذا الهدف تم تشكيل وكالة التصنيف لتقييم التطور والتنمية الاقتصادية المتناوية في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومثل هذه المعايير يجب أن تكون ملزمة وأن يكون العمل موضوعي وبناء في هذا المجال، وإن لم يكن ذلك فلن يكون أي معنى لمثل هذه الجهود. كذلك هناك اهتمام كبير بتغير المناخ وتناغم الجهود والمواقف لما يسمى بمنتدى المناخي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإقامة التحاليل والدراسات فيما يخص المناخ والطاقة الخضراء وكذلك المنظومات المائية والحفاظ على التنوع في الموارد الطبيعية وكذلك إعادة تكرير القمامة وغيرها. وأود أن أضيف هنا إلى الحريات الأربع لتحرك البضائع والرؤوس الأموال، فأضيف هنا الحرية الخامسة وهي المعرفة. لذلك لا بد من إيجاد مراكز مشتركة للتعليم والطب، وهذا سيساعد على تطوير الفضاء الاجتماعي.